يتعاقد معاه. نيجيريا بترحب باستضافة أمم إفريقيا 2015. أصدر الاتحاد النيجيري بيانا إن هو بيعلن فيه ترحيبه باستضافة بطولة أمم إفريقيا 2015 حال رفض المغرب تنظيم العرس الإفريقي. كنت بستغرب قوي لما كنت بسمع إن مصر يعني الناس بتتكلم إن يا ريت مصر تستضيف كأس أمم إفريقية 2015 اللي إحنا فيها اللي إحنا جايين عليها دي. إزاي يا جماعة إحنا مش عارفين ننظم بطولة دوري بجمهور؟ هننظم كأس أمم إفريقية؟ إحنا وإحنا يعني هيصة؟ هو أي هيصة وخلاص؟ هو أي مولد ونخش فيه ومش عارف إيه؟ يعني يا إما ننظم عشان الناس تتكلم عن تنظيمنا ويبقى حاجة محترمة، يا إما إحنا نتكلم عن 2017 يبقى في قدامنا سنتين نعمل بروفة كويسة إننا ندخل جمهور، الجمهور بقى سلوكياته تتغير، الدنيا تتظبط، المسابقة تنتظم، إنما إحنا لسه على كف عفريت كل ده، كل شوية على كف عفريت وكل شوية مشكلة مع الألتراس وكل شوية مشكلة مع الوايت نايتس وكل شوية كل شوية مشكلة عارفين نكمل بطولة على 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 بعضها، أول مرة من سنتين نعمل دوري مجموعة واحدة. تكلموني في بطولة هيبقى فيها ناس من بره ومش عارف ايه ويحصل اقتحام ويحصل مشكلة عند الفنادق ويحصل مش عارف ايه ونور يقطع ونور يا جماعة انتوا بتهرجوا، هو الناس دي مغيبين؟ هو احنا